تشيز كيك التوت الأحمر والشوكولاتة البيضة. عندنا القاعدة 225 جرام بسكوت و115 جرام زبدة مذبة. بالنسبة لحشوة التوت الأحمر عندنا 250 جرام توت أحمر مجمد، طبعا هنسيبه لحد ما يفك، وعندنا نص أو عصير نص ليمونة، 175 جرام سكر و20 جرام جيلاتين مذوب في 60 جرام مية. وبالنسبة للتشيز كيك الفيلينج بتاعها عندنا 600 جرام جبنة كريمية، 125 جرام كريمة، 1 معلقة كبيرة فانيليا، و500 جرام شوكولاتة بيضة. هنبتدي بالقاعدة، هنحط الزبدة المذابة مع البسكوت ونقلبهم مع بعض. لحد الزبدة ما تتشرب البسكوت، بعد كده هنحطها في صينية التشيز كيك أو أي صينية احنا هنقدم فيها ونفردها وهندخلها الفرن لمدة 5 دقايق علشان تتماسك مع بعض. هبتدي أعمل التوت، هحط التوت على النار مع السكر وعصير الليمون احنا بس عايزين السكر يدوب والتوت يغلي مش اكتر. واول ما نشيله من على النار هنحط عليه الجيلاتين. التوت ابتدى يغلي وهاخده احطه في بول علشان مش عايزاه يفضل سخن قوي. واحط معاه الجيلاتين واخلطهم مع بعض. ودلوقتي ابتدي اعمل الخليط بتاع حشو التشيز كيك. هحط الكريم تشيز في العجان والكريمة والفانيليا. مش هنحط سكر لأن الشوكولاتة البيضة السكر بتاعها نسبته كبيرة، فلو حطينا سكر مع الجبنة الكريمية هتبقى حلوة زيادة عن اللزوم. هخلط دول مع بعض الأول وبعدين لما تبقى خليط ناعم هزود الشوكولاتة وارجع أخلطهم معها تاني. ننزل أي جبنة كريمية في الجنب ونخلط مرة تانية. ودلوقتي أضيف الشوكولاتة ونرجع نخلطهم تاني مع بعض.
وزي ما قلنا الشوكولاتة البيضاء هتغنينا مش بس عن السكر لكن كمان هتغنينا عن الجيلاتين، لأن الشوكولاتة لما هتجمد هتمسك الكريم تشيز والكريمة، فبالتالي احنا مش محتاجين جيلاتين في الوصفة دي، فولا سكر ولا جيلاتين. هنفرد الخليط حشو التشيز كيك، ما فردتوش يعني مساوي قوي لاني لسه هحط التوت، والتوت هحاول احطه بالشكل ده، يعني وانا بحطه بقطع بالمعلقه في التشيز كيك بحيث ان التوت يدخل جوه ما يبقاش بس من فوق الوش، وطبعا اللي هو باين سايل دلوقتي ده عشان بس هو لسه سخن، لكن لما هيدخل التلاجة هيتماسك مش هيبقى الصوص بتاعه سايل كده. وبعدين نساوي حاجة بسيطة، وهشيل دي وهجيب اللي حطيناها في التلاجة وتماسكت، وده بيكون شكل التشيز كيك بالتوت الأحمر والشوكولاتة البيضاء.